لطيفة رأفت اليوم حاضرة كمشتكية في ملف اللي تعرضت فيه الابتزاز من طرف دريس فرحان، وتم التوقيف ديال واحد الشخص بناء على التحريات اللي قامت بها الفرقة الوطنية والشرطة القضائية اللي كنبغي نشكرها من هذا المنبر، ونشكر كذلك السيد الوكيل العام وقاضي التحقيق. هي اليوم حاضرة كمطالبة بالحق المدني، لا علاقة لها بالملف الأول. الملف الأول كانت فيه شاهدة وحاولوا يبتزوها وما خضعتش الابتزاز، ومن بعد التحقيق نكمل معكم. طبيعة الحال الاعتقال ديالو من طرف الشرطه الدوليه كيأكد على ان هناك تعاون ما بين المملكه المغربيه وما بين الدوله الايطاليه، وكنتمناو انه يتم التاجيل بالتقديم ديالو، لانه في جعبته الكثير، ويمكن يقول يعني العديد من الاسماء المتورطه في هذا الملف التي ارادت الاساءه الى السيده لطيفه رأفت، وكذلك الى مجموعه من الاشخاص اللي هما مذكورين في التحقيق واللي غادي الحال تبين هذا الشيء.